سيرابانجا يقدم سيرابانجا سيدوراريو فروسوا أصوات الولايات أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صوت الولايات، ويسعدنا من ولاية البحر الأحمر أن نستضيف الناشط والصحفي أمين سنادة ليحدثنا عن رأي الشارع في شرق السودان حول تقرير فولكر بيرتس رئيس البعثة الأممية المتكاملة في السودان القدمه بعد إجراء لقاءات ومشاورات واسعة مع القوى السياسية ولجان المقاومة من شأنه التوصل لحل الأزمة السياسية في البلاد، وكذلك هنتطرق خلال اللقاء إلى الوضع الاقتصادي بشرق السودان. اهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا استاذ امين سناده. انا بفتكر بانه ما في اثنين ثلاثه انه الكسره بتاعه اللقاءات والاطراف المختلفه ساعدت في انه تجي يعني تفصيل حوى، ممكن نقول انه اتبذل مجهود كبير جدا في تجميع الاراء. الكميه الكثيره بتاعه الاراء الحوته هذه اللقاءات بناء عليها مرق التقرير في تقديري هي زادت بالنسبة للمشهد، زادته ارتباك في التصور بتاع، وخصوصا في نقطتين أساسيات هم بفتكر بأنه يعني التباين حول الإشراك بتاع الجميع في العملية السياسية ما عدا المؤتمر الوطني، يعني خلت نفس الإرباك بأنه في مجموعات تانية مختلفة بتفتكر بأنه في كثير من المجموعات خليك من المجموعات الشاركت مع نظام الإنقاذ، بل حتى من المجموعات اللي أصبحت جزء من الواقع السياسي ما بعد 25 أكتوبر. فدي نقطة كان من المهم تماما بأنها تجي فيها الرؤية بتفصيل واضح، فغياب هذه الرؤية الواضحة والآراء المختلفة وحتى في التقرير ساهمت في تقرير الطرح والرؤية اللي بيقترحها المبعوث الأممي الرفيع المستوى، ظهرت بأنها هي أقرب لأنها غير ملامسة للمطالب المواكب والشعارات المرفوعة والمحددة بلا تفاوض لا شراكة لا مساومة. ده في التقدير بتاعي. الجانب الثاني المهم اللي هي عدم الكلام بوضوح على الكلام عن العدالة، كانت المسألة تحتاج إلى الكلام عن العدالة وخصوصا فيما يخص الملف بتاع قتل المواطنين سواء كان في الخرطوم أو في أطرافه أو في أماكن أخرى، ودي أنا في تقديري أنها هي ذات أصلاً واحدة من العقبة الكؤود قدام إجراء يجنح التقرير من الواضح، وحتى الوساطة بطبيعة التكوين بتاعها أو المهام حقتها تزعى بقدر الإمكان لإنجاز شكل من أشكال التسوية أياً كان. فملف يعني ما بين التسوية وما بين العدالة ظلت هذه التناقض اللي حواه التقرير جزء ما يخص الجزء الأول من الكلام، بمثل ما يخص الآراء حقة المواطنين بالتأكيد يعني المواطن السوداني الآن يشعر تماما حقيقة أنه في أزمة يحتاج فيها لشكل من الأشكال جنح بعض المواطنين كثير جدا، لأنه هم رأوا بحكم الكلام اللي حواه التقرير أننا ذات نفسنا يعني زي ما هدنا الطريق لحوارات مختلفة ما في شكل تفصيلي بالتحديد. بعض المواطنين رأوا في هذا التقرير هو فارغة أمل لهم لأنه تزال الضبابية عن المشهد السياسي والاقتصادي، والآن يعني أكثر وصف ممكن يشبه الموقف الآن أنه تكتنف الضبابية ومغطى بالضبابية، فبالتالي أغلب المواطنين يبحثوا عن مخرج وعن نفاج من هذه الأزمة وجدوا في هذا التقرير، وإن كانت هو المؤشرات حقته هي مؤشرات أولية والكلام بتاعه عن أنه هو خطوة لخطوات مختلفة، لكن رأوا فيه إزالة بعض الضبابية لأنه يعني تدور عجلة الحياة في البلاد بشكل معقول. الآن هم بيشاهدوا ودي مشاهدة بالنسبة لهم مزعجة، ينطبق الآن على الوضع في الشارع أو في البلاد أنه يحسوا بأنهم الآن يعيشون في وضع اللا دولة، يبحثون عن إعادة الوضع إلى شكل معقول. طبعا بشكل معقول تختلف فيها التباينات بالتأكيد، لا يتحدثون عن ما قبل 25 أكتوبر أو ما قبل الانقلاب، لكن على العموم يحتاجون أن يوجد ما يستحق بعد ذلك
الصراع السياسي او الصراع المفاهيمي او غيره، لانه حاله حقت انفلات اقتصادي، انفلات امني، لا حكومه باي شكل من الاشكال. والاسوا انه ليست هنالك بارغه امل تلوح لهم. فوجدوا في هذا التقرير بعضا من التطمينات التي يمكن ان تجنبهم الانزلاق نحو الانفلات الامني، نحو مظاهر هذا التفلتات الى اخره. وبالتاكيد برضه تنقسم اراء تجاه اخرين من البدايه يعتقدوا انه فولكر مع هذه اللقاءات الكثيره لم يلامس القوى الفاعله الممثله في لجان المقاومه اللي هي الان تقود. طبيعه التركيب بتاع لجان المقاومه ذاتها هي طبيعه افقيه، طبيعتها في إجراء الحوارات في داخلها، فبالتالي هي دخولها في الفعل الثوري يمكن أن يكون ذا أثر كبير جدا، لكن الدخول في الفكر السياسي والتنظير السياسي تواجه تحديات تانية مربوطة بطبيعة التكوين بتاعها، مش طبيعة القدرات. هم على قدرات عالية، ولا أغلبهم على قدرات عالية وعلى وعي، لكن طبيعة تكوين الجسم هو جسم يسهم إسهام واضح وأساسي في الفعل الثوري المباشر، في مواقف، في مخاطبات، في أفعال ثورية عندها علاقة، لكن طبيعتها تتنافى مع إنها تقدر تقدم إسهام في الجانب ما يخص الفكر السياسي والأفقية بتاعتها، الانتشار بتاعها اللامحدود، حرصها الكبير على إدارة القضايا أو الدخول في التفاصيل على قاعدتين أساسيتين، الديمقراطية والشفافية، وده ما يتغاطى مع طبيعة التفويض الذي يمنح في الأجسام السياسية الثانية المختلفة كأحزاب أو غيرها. من السهل أنها تحدد قيادة تمشي تفاوض نيابة عن الجسم السياسي، يدفع القرار بتاعه يكون مقنع لمجمل الحزب، حتى لو ظهرت خلافات هي خلافات تحسم، الأحزاب عرفت أنها تحسم صراعاتها الداخلية. إلى حد ما طبيعة تكوين الجسم السياسي تشكل عملية التفاوض وتسهل عملية الحوار، وطبيعة الجسم الثوري لا تسهل هذه العملية بل تسهل عملية الفعل الثوري. طيب برضو في نفس الإطار، لو تكلمنا في الميثاق بتاع سلطة الشعب بتاع لجان مقاومة الخرطوم، كثير من الناس يعني أشادوا بالميثاق، لكن برضو في قوى برضو علقت بأنه في حاجات مفترض زي قضايا السلام وقضايا بتاعت الهوية. فكلامك شنو حول الميثاق بتاعت نصر الخرطوم؟ والله هو الميثاق سلطة الشعب هو في تقديري هو امتداد لكم ميثاق أصدرتهم لجان المقاومة، ابتداء كانت بلجنة المقاومة في مايرنو، لجنة المقاومة في مدني، لجنة المقاومة في شمال كردفان. أفتكر بأنه إصدار ميثاق سياسي في مثل هذا التوقيت هو يعني حوجة وضرورة. لا يمكن أنه يعني الميثاق نتاج للتعقيدات الواقع السياسي في السودان، لا يمكن أن يقدم أجوبة لكل الأسئلة، وهنا الحمولة هتكون على أي ميثاق في الظرف ده هتكون حمولة من هذه القضايا. يعني أي قضية إذا مسكناها هي من الأهمية بمكان، ليست هنالك قضية تتجاوز. لكن طبيعة لجان المقاومة في الخرطوم في ميثاق سلطة الشعب تشعر بأنه هذا الميثاق خاطب لحد كبير جدا المشاكل السياسية الموجودة في المركز وفي عموميات، يحتاج إلى بعض الإضافات، لكن بفتكر بأنه من الممكن إصداره في مواثيق أو ملاحق أخرى، لكن هذا الميثاق جوهري مقدر وأتفق مع معظمه ومعظم الآراء. نعم. وبرضو إذا جينا تكلمنا عن جانب آخر، الوضع الاقتصادي في ظل التردي الحاصل، يعني يمكن اتصلنا بعدد من الناس في مختلف الولايات فبيفتكروا أن الوضع الاقتصادي يعني بيقى مزري جدا، الناس ما قادرة تلبي حاجياتها اليومية. فكيف الناس في بورسودان والمدن بتاع شرق السودان الآن من حيث الواقع الاقتصادي؟ هو طبعا الواقع الاقتصادي في كل السودان هو مش في حالة حق التردي، هو في حالة حق انهيار في تقديري. والواقع في البحر الأحمر نتاج يعني غير الواقع الاقتصادي في السودان اللي شكل الانهيار. لا زال مواطن البحر الأحمر يعاني من الآثار الاقتصادية الضخمة جدا الأشرد على أهم الموارد حقته، واللي هي القفلة بتاعت ميناء بورتو سودان، وفقد السودان عموما ومواطن البحر الأحمر لمورد إلى حد معقول كان يساهم في تضييق
الحوجة الاقتصادية ويساهم في العمل الاقتصادي. الآن الوضع الاقتصادي في البحر الأحمر يشهد عدم وجود الحد الأدنى من أي رؤية للقضايا، وهذه هي الأزمة الأساسية، ليست في التضخم وليست الأزمة الارتفاع الفوق قدرات الناس المنهارة أصلا، إنما الأزمة الأساسية الآن إنه حقيقة مش يجعر يعيش الآن المواطن في البحر الأحمر الحالة بتاعت انعدام الحد الأدنى من قدرته على مواجهة تكاليف الحياة. وفي تقديري إنه ده يعني ناتج للعزلة التي بدأ يعود لها السودان، توقف المساعدات الاقتصادية يعني كان شكلها المحافظة على الحد المعقول أو السيطرة على الدولار. الحكومة الآن ما عندها غير الحل الأساسي أنها هترفع أسعار المرتبات، وده هيساهم في زيادة ارتفاع الأسعار وسعر المستهلك ويساهم في تضييق الوضع. وعلى الجانب الاقتصادي، ده على الجانب السياسي، على الجانب الاقتصادي يؤمل بضرورة وسرعة حسم هذا الملف والقيام بفعل سياسي يساعد في إيقاف هذا الانهيار وعودته إلى شكل معقول وطبيعي. شكرا لك الصحفي أمين سنادة. شكرا جزيلا. وأشكر أيضا للسادة المستمعين حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء.